فتنة وربما فوضى مقدمة للحرب الأهلية نتيجة هذه المنحنيات الخطيرة التي تحصل بالبلاد لمرحلة الانتحار السياسي بعدما يئست هذه الكتل السياسية في وجود جو من التفاهم وإرادة حقيقية لما بينها لأنها كل المشاكل التي تحصل بالبلاد. لذلك هذه الاستهدافات وهذه التجاوزات على منازل بعض المواطنين أو حتى بعض الشخصيات دلالة واضحة على الإفلاس السياسي التي وصلت إليه بعض القوى المشتركة في العملية السياسية، وهذا لا يصب في مصلحة البلاد التي يفترض أن تكون رجالات السياسة هم القادة الحقيقي لبناة الوطن، إلا أن ما يجري على الساحة وبعيد جدا عن مفهوم السياسة التي تعبر عنها بأنها فن الممكن، لكنها للأسف في العراق أصبحت فن التمكن وفن الصراع وفن الاستحواذ حتى ولو بالقوة. لذلك هذه السياسة من لو الأذرع وفرض الأتاوات مرة وفرض التجاوزات مرة أخرى دلالة واضحة على أن من يقود البلاد أو من يقود العملية السياسية هو رجال غير مستعدة لقيادة مرحلة خطرة تحصل بالبلاد. هي كما قلت هي إثارة الفوضى العارمة في البلاد وتعطيل سير العملية السياسية. أنت تعرف كلما يكون الوضع الأمني شائك ومضطرب كلما يحتاج وقت أطول لحله. الجهات ربما تكون تسجلها جهات أمنية معروفة لأنه إحنا لدينا اليوم كاميرات حرارية ولدينا أجهزة مراقبة، فعلى الدولة وبالخصوص الجهات الأمنية أن تتتبع من يطلق هذه الصواريخ ومن يهدد أمن البلاد وأن تحاسبه ولو تكون مرة واحدة على الملأ وعبر شاشات التلفاز ليعرف المواطن العراقي من يريد شرا بهذه البلاد.